دي بعدت قوي. سيبها يا عزة تروح. يا بختها رايحة مصر. يعني مش هنكمل لعب؟ انت بطلتي لعب؟ امال جدي قال لي عشان اكون لعيب كوره لازم العب كتير، بس انا نفسيش ابقى لعيب كوره، نفسي ابقى زعيم كيف الزعيم جمال عبد الناصر، وانا ابقى مهندس واشتغل في السد واخد منير معايا. لا سيب منير، منير عايز يبقى مغنواتي. مغنواتي؟ يا ترى عايز تبقى زي عبد الحليم ولا ام كلثوم؟ والله في كوره كوره. أيوة أبو حميد، قلقتك أنا عارف. ها طب طالما قلقتك بقى ما تيجي نقعد شوية. يلا مستنيك. أنا آسف يا أبو حميد صحيتك في نص الليل. يا كينج أنت تصحيني في أي وقت، أنت بس قلقتني. مش عارف انام كويس يا محمد. عادي يا كينج، كل فنان حقيقي على مر العصور برضه ما بيعرفش ينام. حياتي عامله زي ما يكون شريط بيمر قدامي بسرعه. وما افتكرش من نوار اللحظات اللي انا كنت بغني فيها، جسمي كله بيعشعر. حياتي اتلخصت في الكام دقيقه دول. جسمك كان بيعشعر من الصدق يا كينج. بدور على لحظات جديده من دي يا حميد. طب يلا بينا، تسمح لي ادور معاك؟ على السلامة. ازاي الحال يا محمد؟ على السلامة. الحمد لله على السلامة. تمام الله يبارك فيك. ازيك يا محمد؟ محمد عامل ايه في الجيش؟ ده بيحمل لك السلام امانة. تمام يعني. ده كان لسه راجع من الجيش وقال لي سلم على الكل. لو عايز اي خدمة خليك يكلمني. الله يبارك. او كلمني انت. الله يبارك. مش عايزين نتعبك يا كريم. كله تمام هنا؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. تفضل كده جالب وشك وقاعد لي في السرير مستموت يا واد. ابوك خايف عليك. انا من الصغير يا ستي. هو يعني احمد ابن عم الغني احسن منك عشان تركب العجله؟ يعني هتفضل كده لحد ما تشيلك العجله؟ انا عيان رجلي بتوجعني. بس يا كداب، ما انت زي الجد اهو. طب هروح اجيب لك المجبرات. لا انا عيان لازم كمان اروح لوحدي. بعد الشر عليك يا دناي. يا واد ما تفولش على روحك، لا تجيلك النايبه بجد. يا ساتر عليك وعلى النشوفيه دماغك. أشد من حجر الصوار يا اختي.
احمد ابن مرغني من دي اللي يكون احسن منك. يا عجلت صحيح يا ستي؟ وانا اقدر على زعلك يا ولد حبيبي. خلي بالك من نفسك. النهارده هنتكلم عن اصول اللغه العربيه واختصاص المبادئ المرجوع عليها. يلا فسحه يا ولاد فسحه. التوفير في بركه وخير، قرش صغير يبقى كبير. التوفير في بركه وخير، قرش صغير يبقى كبير. وفر قرشك وانت صغير، تلقاه بعد سنين جنيهات. التوفير 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 في بركة وخير، قرش صغير يبقى كبير. التوفير في بركة وخير، قرش صغير يبقى كبير. وفر قرشك وانت صغير، تلقاه بعد سنين جنيهات. التوفير التوفير. استاذ عبد الحكيم جاي، استاذ عبد الحكيم جاي. مين اللي كان بيغني؟ طيب كلكم هتتذنبوا. انا اللي كنت بغني يا استاذ. اقعدوا كلكم تعالى على باب الفصل، تقف ايديك فوق راسك ما تنزلهاش. عشان يوقفوك ولا كفادي؟ ما عملتش حاجه عند الناظر. بقول الحق عملت ايه؟ ما عملتش حاجه عند الناظر. ما عملتش حاجه؟ طب تعالى معايا. المبادئ المرجوع عليها. جلوس يا اولاد. عمل ايه منير عشان تذنبوا الذنب ده يا استاذ عبد الحكيم؟ الطالب ده مش مهذب. بيغني في الفصل. في الفصل يا منير؟ كنا في وقت الراحه. كنت بتغني تقول ايه؟ انت التوفير ممكن صلاح يطبل لي؟ طبل له يا صلاح. ما اعرفش اطبل. قول طبل يا ولد. التوفير في بركة وخير، قرش صغير يبقى كبير. التوفير في بركة وخير، قرش صغير يبقى كبير. وفر قرشك وانت صغير، تلقاه بعد سنين جنيهات. التوفير 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 في بركة وخير، قرش صغير يبقى كبير. التوفير في بركة وخير، قرش صغير يبقى كبير. وفر قرشك وانت صغير، تلقاه بعد سنين جنيهات. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الجمهورية العربية المتحدة. We'll be right back.
حبيبي يا منير. لا لا والله والله ايام. ازاي صلاح؟ منير ده كان ابلد واحد في الفصل في المدرسه. انا ابلد واحد؟ لا 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 حرام، ما كانش ابلد واحد. سامع يا مقدس؟ مقدس كنت ابلد واحد طبعا، ابوك نقلك كان مدرسه. انا قال لك كتير. انا فاكر ايام الجامعه منير، انت كنت قلت لي كلمه كانت مهمه بالنسبه لي، قلت لي انا حافظ القاهره دي وهبقى فيها نجم ومشهور. وادي جت على دماغي اهو، ملعون ابو الشهره. ما كنا عايشين هنا تمام مستريحين. ما انا ما مستريح الا لما باجي هنا. اجمل حاجه فيك انك بتعمل اللي انت بتحبه. عارف دايما كل ما بكتئب او بتضايق بفتكر دي جمله حلوه قوي. ان احنا نحلم. بالذات في اغنيه لو بطلنا لو نحلم بطلنا نموت. نحلم نموت. الله الله. عارف جزء من جمال حب الاصوات هنا ايه؟ الروقان اللي فيها. تسمع تجميع اصوات تعمل لك مزيكا في الاخر. الله. وحشتونا يا شباب والله. الله يخليك يا ولد. ازيك يا حمدي؟ ازيك يا حبيبي؟ كيف ولادك اخبارهم ايه؟ جميل. انا عندي ولد جميل قوي سميته على اسمك، اسمه محمد. ما شاء الله. بس بيكتب شعر ايه؟ هيبقى ان شاء الله ان شاء الله يا رب الابنود ان شاء الله. طب ما تندهولنا سمحونا يا اخي. هجيبهولك يا محمد. واد يا محمد. طيب خش يالا خش. ازيك يا محمد؟ ازيك؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ تمام تمام الحمد لله. ابوك بيقول عليك بتكتب شعر كويس. مش قوي يعني. سمعنا يا محمد. حاضر. حبيبتي. ايوه حبيبتي، كل ما بنسى في حاجه بتفكرني بيكي. الله. وباني دمعاكي وكاني مش مغنيه. سيبيه خليه يغني، ده غناه يشرح القلب. غناه بيطفش الملايكة من البيت. روح زاك روح. بلا غنى بلا خيابة. ملك يا واد قاعد مساهم كده ليه؟ هي فلح بس تغني لي قدام ام بهيف. يا ودي ست عينها وحشه والحسد مذكور في القرآن. أنا صوتي طفش الملائكة من البيت يا ستي؟ صوتك هو في أحلى من صوتك؟ ده هو اللي مونسني. وما أنا مقعدك معايا ليه؟ هي فكها بقى يا واد فكها. طار؟ إيه عشان ما تخبطش تاني على غطا الزير. غني لي شوية. لا والله هتبقى شاعر مش كده؟ اه حلوه دي. يا سلام، ذكريات زمان دي جميله. اه والله يا بس فيها بعض اللقطات المؤلمه القاسيه، اللي هي لما كان المخبرين بيمسكوا الطلبه اللي بيعكسوا البنات قدام المدارس. انتوا الاثنين. انا لا 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 ما خلينا جد بقى. لا انتوا الاثنين. هو اتمسك معانا وكان بيهرب. عايز هو اللي ليه قرايب. هو اللي راضي عايز كان يخلع. ما تفهمش ازاي بيمشوني انا. لا كنت حليوه كمان يعني. والله يا صلاح. بس المعاكسه ما كانتش زي دلوقتي يا منير على فكره. لا المعاكسه فعلا مؤدبه. كانت حاجه فعلا النهارده بتهزله كده يعني. حاجه قليله ادب وسخيف. دماغ خفيف كمان. مظبوط. طب انا افكرك بحاجه يا منير. انت فاكر الغنوه بتاعت الليله بايت عندنا؟ الله. لازم لازم عندنا يا منير. يا حلو يا منير. ايه الذكريات الحلوه دي؟ ما كانش فيه هموم. لا لا كانت جميله. شوفوا صبراوي صبراوي يا جماعه، ما ينفعش الامور تتاخد بالشكل ده. ده احنا بنتكلم عن ناس هتسيب بيوتها واراضيها ومش هتشوفها تاني. يبقى لازم نتأنى قبل اي خطوه. مش تحدي يا حاج ياسين، مش تحدي يا جماعه. يا جماعه السد العالي ده لازم يتبني.
ينفعش يا علي، لا ما ينفعش. تقعد تستناني لحد ما تخلص الجلسه. حاضر يا ابويا. يا اخوانا ده مشروع قومي، مش احنا اللي نقف قدام خير جاي للبلد. يا جماعه علي بيتكلم بهدوء علشان هم في غرب سهيل والميه مش حاطولهم. ايوه لا صح الكلام، مظبوط الكلام ده يا فتيحه. غرب سهيل زي كلبشه، زي نصر النوبه، زي اسوان، عندنا كلها ارض واحده وكلها كام شهر وهتخلص عمليه نقل ابو سمبل وهيقفلوا السد وهتغرق الميه البيوت. خلونا نتكلم في اللي جاي احسن. اهو اهو يا جماعه كلام ابو محمد، اهو اهو الكلام المظبوط يا كبرات النوبه. يا جماعه الناس دي هتقدرنا، يعني هتدينا اراضي وتملكها لنا وتبني بيوت وترصف طرق. يعني يا اخوانا نسيب الجناين والفاكهه والنخيل ونروح نقعد في صحراء على بعد 60 كيلو من النيل بعد ما كنا في حضنه؟ صح صحرا صحرا، مش صحرا يا حاج ياسين، صحرا مش صحرا يا اخوانا، صحرا دي فيها مرافق وبيوت ومدارس ووحدات صحيه، كل حاجه حلوه فيها. يا جماعه استهدوا بالله، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. الله ينور عليك. الله يخليك ابو محمد. الجزرة دي؟ لا يا ولدي، كل الطريق طويل يا أمي. ياي، هو احنا محناش راجعين تاني؟ لا ما بيلاش رجع. طب أنا كنت عايز ألعب عند النخلة، مش كنا نجيبها معانا؟ يا ولدي أرض الله كلها نخل يا ولدي. يلا يا استاذ لازم نتحرك. صبر جميل يا عم الحاج. يا سيدي عايزين نلحق المراكب، خلصونا بقى. يلا يا يو، المركب هيتحرك. اتأخرت ليه يا يو؟ البيت ما كانش نظيف يا مهران، كنت لازم اتنص. يلا بينا يا يو. يا قلت لك خلي بالك من الصوره دي، صوره الزعيم. عايزك تستمتع كده بالمكان الجميل البديع ده. انت عارف المكان ده كان ايه؟ كان حصن اسطوري لمصر طول العمر والعصور، بس ده قبل ما ينقلوه من جزيرته الاصليه. اه انا بقى نفسي افهم النقطه دي، ازاي قدروا ينقلوا معبد بالحجم ده؟ لما جم يبنوا السد العالي حاجات كتيره اتنقلت. انت عارف مين صاحب فكره النقل دي؟ واحد من ابناء المنطقه هنا، كان اسمه دكتور احمد عثمان، كان استاذ نحت في كليه الفنون الجميله، وهو اللي فكر في الفكره الحلوه دي. الله، شايف ده خزان اسوان؟ اه اللي هناك ده. اه كان المينا والمرسى تعتبر كانت بوابه لافريقيا. انت عارف كان في قرى النوبه اللي غرقت دلوقتي في البحيره؟ كنت تتفرج على المنظر وتتفرج على 30 قرية عبارة عن لوحة تشكيلية كده، على كانت ألوانها حلوة القرى حاجة. أنا يعني مش متذكر أو ما شفتش ده، بس حكولي كده. الله، شايف المكان ده يا عمر؟ أه ده امتزاج لثلاث حضارات، فرعوني وبطلامي وإغريقي، كل حضارة منهم سابت أثر في المكان ده. أصله مصر دي إيه؟ عاملة زي التورتاية للعالم، كله طمعان فيها، بس احنا الوحيدين للأسف مش فاهمين قيمة البلد دي. بس واضح يا كينج انك بتحب المكان ده قوي. كل مكان في بلدنا ليه جماله وسحره، بس المكان ده بالذات ليه معزة خاصة جوه قلبي. فيلا؟ تعرف فيلا يعني؟
فعلا عن الحبيب. صح. في يوم زي ده من زمن مش بعيد قوي، كانت أول مرة تتعمد أشعة الحب على قلب طفل أسمراني صغير. هنا يا كينج؟ في المعبد ده؟ عند العمود اللي هناك ده. لسه بتحبها؟ كانت حالة جميلة، أول مرة كنت أحس بالإحساس ده. دايماً أول مرة في أي حاجة بتبقى عاملة زي النقش اللي على جدران المعابد، مهما مر عليه الزمن ما بيروحش أبداً. وبعتت لك جوابات فعلاً زي ما قلت لي؟ فكرتني، هي فعلاً بعتت لي جواب واحد مرة واحدة، بس راح فين؟ مش فاكر. ساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. ليه كده يا جماعة؟ إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أن الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. أنت بتبكي يا فاروق للدرجة دي؟ القوى المعادية لحركة الحرب بعد الناصر العربية. احنا كمان خسرنا الزعيم. تحاول يعني تنحى يا فاروق زي الكورة دي؟ لما فريق بيخسر المدرب بيمشي يشوف مدرب غيره؟ طب وإيه اللي فيه؟ وليس ذلك صحيحا. انت لسه صغير يا منير، لان امل ما تعرفش كلمه زعيم. بدا قبل، بس احنا مش هنتخلى عنه في الازمه دي. وسوف يبقى بلد كلها طالعه المحافظه بعد جمال عبد الناصر. البس هدومك وتعالى معاك. ولقد كنت اقول لكم دائما ارجع ارجع يا جمال. قسمنا لمين يا جمال؟ انت دهرنا وسندنا. امسك نفسك يا ابو عبد. احنا في حاله حرب يا اخواننا، والله لا فارغ ولا ارجع داري غير لما الزعيم غير اللي في دماغه. ان شاء الله يرجع. ارجع ارجع يا ناس يا ناس يا مضبوطة. ياه ده انا بقالي مدة ما سافرتش بالقطر.
معلش بقى انا ما عرفتش اجيب تذاكر بدري عن كده، هنستنى شوية. ولا يهمك، احنا ما وراناش حاجة. ما تسيبش يدي يا منير. يا ابويا يعني انا هتوه؟ ايوه هتوه، واسمع الكلام. استاذ الشايب مسجل الكلية صديقي من ايام المدرسة، وما يقدرش يرفض لي طلب ابدا، هيخلي باله منك عشان ابقى مطمن عليك وانا هناك في اسوان. حاضر ابوي حاضر. تدي شويه يا منير، الراجل مستنينا. وزي ما قلت لك يا منير، تخلي بالك من صحتك وتاكل كويس وتنام كويس عشان تركز في دروسك. حاضر ابوي. الاستاذ الشايب انا اجيب فيه تاني دور اول مكتب على ايدك الشمال. متشكر جدا. منير يلا يا منير. لا والله منورني يا بازيد يا اخويا. ايه اخبار مجلس المدينه؟ اسوان كلها زي ما هي، لا جديد، بس عبد المعين بقى نائب المحافظ دلوقتي. ما شاء الله، ابن حلال ويستاهل، ضروري تسلم لي عليه. يوصل ان شاء الله. المهم طمني، انت مرتاح في الوظيفه هنا؟ البيروقراطيه بقت مسيطره على الموقف، الهيئه كلها بقت حاطه ايدها على خدها مستنيه امتى الحرب تقوم، والطلبه يومين والتالت مظاهرات، هنحارب هنحارب هنحارب. ويمين يعيش. تفتكر هنفضل كتير كده على حالة اللا سلم واللا حرب دي؟ والله ما باين لها حاجة يا اخويا. ما شاء الله ما شاء الله، الواد منير كبر كبر وبقى راجل. هيكبر علينا ولا ايه؟ انا انبسطت على الاخر لما جاي عندك الكلية. منير دافعين يا اخويا. يا سلام، واد يا منير لو حد جه على طرفك تجيني على طول. حاضر يا استاذ. انا هنا في ظهره. ها آه. قلتش انا حاجه؟ قلت لك اصدقاء يا واد اصدقاء. وزي ما قلت لك يا منير، تخلي بالك من صحتك وتنام كويس عشان تعرف تركز في دروسك، واياك تطلع مع المظاهرات بتاعت الطلبه. يا ابوي ما احنا كنا بنطلع مظاهرات سوا. الظروف غير يا واد، وما تناقشنيش في النقطه دي بالذات، اما قسما عظما اطلع اسحب ورقك ونرجع في نفس القطر. يا ابوي ده عيال خايب، ما تشغلش بالك. منير صدقني يا ابوي اطمن. هتوحشني يا واد يا لمد انت. انت اكتر اقول ترجع بالسلامة يا رب. المحاضرة على طول يا منير. حاضر حاضر يا ابوي. بلادي 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 انا نارك يا حرام عليكي يا بلادي 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 انا دم بلادي ولا عمري أفرط فيك يا بلادي 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 يا بلادي. برافو عليك، الله ينور. انت جديد معانا هنا في الكلية؟ لسه في سنة أولى. مستجد يعني؟ مستجد ايه؟ ده احنا كلنا اللي مستجدين. فهمي منير. أهلا وسهلا. بس انا جعان قوي، مفيش حاجه بتتاكل هنا؟ الكافيتيريا دي بتعمل اكل حلو، انا جاي على اسوان كلت منها. عندهم ايه؟ عندهم برجر وسوسيس و... برجر ايه يا سيدي؟ ايوه بيض، ايوه جبنه، ايوه سميد، ايوه يا ريس. تعال تعال هنا. الله الله، هات لنا اتنين كده، اتنين حلوين كده زي وشك اللي بيضحك ده. وش الدقه عندك؟ ايوه يا استاذ. تعرف العزومه دي عندنا. شكرا 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 يا ابو الواجب حبيبي. ايوه سميت، ايوه بيض، ايوه جبنه. عندك حق، حاجاته حلوه مع انه باين عليه غلب الدنيا كلها. فرحه الراجل ده لما يخلص السميت اللي معاه ويخش على مراته بنص فرخه زي بالظبط فرحه رجل اعمال لسه ماضي صفقه بمليون جنيه. عدل ربنا بيخلي ابتسامه الفرح لوحدها. اتفضل يا كينج.
اتفضل. انا متاسف على البهدله اللي احنا فيها دي. الله الله على الروقان. دي بهدله دي؟ شايف مصر جميله ازاي؟ استنى ما تشوف البهدله اللي جوه. والله عندك حق. طب اتفضل اتفضل تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا كينج. تنشغل بيها لان الجامعه كلها هتموت عليها ومفيش حد عارف ياخد منها نص كلمه. حاجه حاجه ايه؟ بقول لك احنا لازم نجهز عشان عندنا حفله بكره. بكره انت يا ابني انا بكلمك فاهم انت على طول معطلنا كده. يلا بينا. انا اللي معطلك. اتفضل يا استاذ. فالخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي. ايه ده يا منير؟ انت كل ده ولسه ما جهزتش؟ ما هو جاهز يا ابني. لا انت تخش تلبس بدلتك عشان انت الاغنيه الجايه. لا لا انا كده تمام. انت لازم تخش تلبس البدله عشان في دكاتره واساتذه قاعدين في القاعه وانت ما ينفعش تدخل عليهم المسرح كده. ما تقلقش يا فهم. عنايه الله جندي. حوالي كلمه مليون العربيه. ابنك يقول انا حوالي كلمه مليون العربيه.
عشانك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يابا العدو ومين الصديق. ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يابا العدو ومين الصديق. ثبت يا جمال جمال العدو حلفا على الانتصار. ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار. ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار. ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. يا سادات يا سادات سينا عايزه الدبابات. 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 يا سادات يا سادات بقول لك يا حامد روح هات لنا اي عصير يعوض الدم ده ويا رب تلاقي الصيدليه فاتحه بسرعه. الدنيا بتلف يا فندم. ايه ده ايه ده مالك 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 ايه ده؟ مش انت اللي غنيت في الحفله؟ اه ده انت غناك عجبني قوي. طريقتك غريبه شويه انما جديده. وانت حضرت الحفله؟ اه. واحنا ممكن نتقابل؟ لازم تتحرك كويس وتربطها بشاش. اه هي ازاي جميله كده؟ اه اخبار الدوخه ايه؟ اه الدنيا بتلف يا فهمي. ايوه بتلف يا اخويا. مين اللي قالك البس القميص ده يا منير؟ ايه يا فهمي؟ ما انت عارف النهارده اول ميعاد مع ياسمين. وبعدين يا اخي ما تخلي عندك دم. لا حتى لا عليا اكتر منك. ماشي يا عم. ما دام ربنا هيسهلها لك وتقابلها خلاص اتشيك براحتك. حبيبي يا فهمي ادعي لي بقى. ربنا يوفقك يا رب. بس الجزمه بتلق شويه. يبقى هات لها فرش. جزمه؟ انت يا اخي حرام عليك. ياسمين منير انت بترسم ايه؟ بص لو وريتني انت بترسم ايه هوريك انا برسم ايه. بصي مكسوفة ولا ايه؟ اصل اتفاجئت جدا. انا حاسس انك بتبادليني نفس الاحساس. بحبك يا ياسمينة. وانا كمان بحبك يا منير. بس بحبك زي اخويا. منير انا مخطوبة لابن عمي من سنتين. كنت فاكرة انك عارف. امال اديتيني ميعاد ليه؟ عشان ارسمك. بص وش مصري اصيل. وش مصري اصيل؟ ما تزعلش يا منير اكيد برضه هنفضل صحاب طول العمر. اكيد هنفضل صحاب. يلا بينا. عملت ايه؟ قابلت ياسمينة؟ طلعت بالنسبة لي مجرد مشروع في الكلية. مش فاهم. مطلوب منهم في القسم يرسموا وجه مصري أصيل. وجه مصري أصيل؟ أمال كل الغراميات والنظرات اللي ما بينكوا دي كانت ايه؟ مذاكرة يا فهمي. مذاكرة.
يا حبيبي عد لي تاني، خلي عيني تشوف مكاني، قالوا حبي ردي قلبي، قالوا حبي ردي قلبي. ويزو يا دوجلاس عامل ايه؟ الحمد لله كله حلو. ايه يعني خلصت محاضرتك بدري النهارده؟ المحاضره الاخيره اتلغت، قلت ايه احسن بقى اروح البيت اريح ساعتين كده قبل ما انزل الشغل بالليل. لا ولا اي تريح، تعالى انت هتقعد معانا هنا وهتطلع من بره بره على الشغل. تصدق بالله دوجلاس؟ لا اله الا الله، انا زهقت منك. 10 سنين يا اخي وش في وشك، انا مش عارف ايه اللي مخليني مستحمله. اهو الكينج اليو يو الا صحيح، يعني عدى 3 شهور ولا سمعنا قلبه منزل ولا حضرنا له حفله. هو في يا دوجلاس كينج ماله؟ والله انا شاكك كده، والله اعلم ان هو من اخر مره شفناه فيها مش مبسوط. مين في البلد دي مبسوط يا دوجلاس؟ مين مش عاجبه اللي بيحصل حوالينا؟ احنا بقينا عايشين تقضيه واجب. انت عايزه يعني ينزل البوم عشان واحد مكتئب زيك يسمعه؟ هيفيد بايه يعني؟ لا هيفيد، ما لو بطل يغني انا اكتئابي هيزيد. دوجلاس انا بستنى الحفله بتاعته عشان نفك عن نفسنا شويه ونطلع الهم اللي جوانا. طب والله العظيم يا دوجلاس اخر حفله رحناها له انا لما رحت الشغل كان عندي استعداد اشتغل 3 4 ورديات زياده عشان الفلوس، نفسي كانت مفتوحه يا عم. والله يا ويزو انا مش عارف اقول لك ايه، بس هو فعلا الكينج غاب علينا قوي المره دي، ربنا يستر. تعال نغني. اني خايف 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 وحاسس بالخطر، ده حزني ولا مطر، ده قلبي ولا حجر، ده دمعي ولا مطر، ماني خايف 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 يو. والله زمان يا كينج. حبيبي يا صادق وحشتي. بنفسك يا دكتوره. هو الكينج كل يوم عندنا؟ بعدين انا ما بحبش حد يخدمني ولا يخدم جوزي غيري. يا سيدي كله دلوقتي طالع لك في وقت الشغالين الاجانب بقى يستعيبوا الشغل في البيت يا كينج. بالرغم من ان انتوا عشتوا سنين طويله في اوروبا بس لسه محتفظين بالاصاله المصريه. تعالى الصراحه انا ما ارتحتش غير هنا، هنا وسط ريحه الطمي والسماد والارض، الارض اللي انت بتحبها وتعشقها وتغني لها يا منير. للاسف في مصر مش فاهمين قيمه ده، بيقلدوا الغرب تقليد اعمى في الشكل واللبس واسلوب الحياه. انا واضح هطور المره دي عندك يا دكتوره. تنور تنور يا منير وتعيش معانا العمر كله. تسلم يا صادق. رافع رايات عشقي، بدور على اللي مش ملقي، يحارب كدبهم صدقي مهما يطول الاجل. مش قادر اعيش وخلاص، ألمي غير ألام الناس، قلبي في قصة الإحساس. أنا عارف إنه البطل. أنت بتتكلم جد يا منير؟ يا خبر بقى، انا مطبق من امبارح مع العمال ومهندسين الصوت عشان اعمل لك استوديو، احدث استوديو في مصر. تيجي حضرتك عايز تسجل لي هنا؟ لا مؤاخذه فاهم يا اخويا، انا مش قصدي حاجه يعني. والله قصدك يا عمله، يا عمده انا مجرد بحضر بالشغل وبعد كده هنشوف اي استوديو بره. ماشي يا منير
ماشي يا حبيبي، اشتغل في الحتة اللي تريحك، اشتغل يا حبيبي براحتك، ما تقلقش من حاجة، وعموما هنا برضو في بيتها. ليه يا اخويا، ما انت كنت عمال تعيب وعمال تقول في الاستوديو السبعة ودمتها. يا عم فهمي، انت اللي ما سمعتش كلامي، ما قلت لك اجيب لك المهندس اللي جدد لي الاستوديو بتاعك، يهد لك ده ويعمل لك حاجة جامدة، انت اللي ما رضيتش. لعلمكم بقى، انا جايب سماعات من المانيا لسه ما نزلتش مصر. الحمد لله اني ما سمعش كلامك. عشان تعرف يا موني، بيجيلي عروض جامدة اهو. صورتك دي يا مستر امان؟ شفتي كنت جان ازاي؟ جان؟ ده ما كانش فيه غير سوالف. ما هو انت طول عمرك بتغير من السوالف بتاعتك، لان سوالفي بقى كانت اجمد سوالف في الشلة. جرى يا جماعة، احنا هنسيب الشغل ونقعد نتكلم في سوالف عماد عصفور سو سو. هو عماد كده ما يحبش غير عطل. انا اللي بعطلكو؟ ماشي يا عم ماشي، انا ماشي يا منير، عشان تستريح يا عم فهمي. بقولك ايه، انا هروح انام شويه وبعدين هعدي عليك بالليل. ماشي يا عمد. اخسرت الاجهزه الحديثه اللي انا جايبها، اخسرت. وانت يلا يا مجنون. يلا نشتغل بقى فهم. يلا يا سيدي. في بلد البنات كل البنات بتحلم تضوي زي النجوم. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مش هنا مقر ألتراس كينج محمد منير؟ لا، هنا مقر ألتراس الفنانة شاكيرة. انت هتستظرف؟ لا معلش، هو ويزو يحب يضحك كده. وبعدين برضو سؤالك غريب قوي، يعني كل الصور دي وبتسأل. بالراحة يا عم انت، انا بتأكد بس. طيب معلش، تعال اقعد بس يا ابو الكبات. اقعد. بص بقى، بصراحة كده انا ما كنتش بسمع منير قبل كده. عايز اعرف بقى ايه الاغاني الحلوة بتاعته، عايز افهم معانيها اكتر، عايز اخش في جو منير اكتر. ايوه، يعني انت بتعمل بحث عنه، ولا انت حبيته فجأة، ولا انت عايز ايه بالظبط؟ اقول لكم بس ما تضحكوش عليا. البنت اللي انا بحبها بتحبه قوي. بس ما تكملش، نص شباب الجامعه جت قعدت قعدتك دي. ده بجد يعني؟ يعني انا مش اوفر يعني. لا بالعكس، ده اللي بجد. ها، عايز تعرف ايه بقى يا معلم؟ نبتدي منين؟ نبتدي بالاغاني. ماشي. بص يا سيدي، تلات ارباع اغاني منير بتتكلم عن حبه للبلد، زي مثلا اغنيه في عينيكي غربه، من غير كسوف، بتبعديني. ايوه، بس الاغاني دي كلها تنفع ان هي تتغنى لوحده بنت. بالظبط، وهو ده دايما منير. منير دايما شايف البلد على انها بنت، مره يغزلها، مره يحبها، مره يلومها. في برضو اغاني لمنير عن الانسان بشكل عام، زي اغنيه شتا، بعد ما ادى وبعد ما خد، بعد ما هد وبنى واحتد، شد لحاف الشتا من البرد. دي بقى معناها ايه؟ ان الانسان مهما قعد يتعب في حياته ويجمع في فلوس ويعافر ويحاول، في الاخر هيموت وهيسيب كل ده. طب بالنسبه لاغنيه نايجري بيه؟ لا دي بقى منير نفسه ما يعرفش يعني ايه ده بجد. لا يا عم اكيد بنهزر طبعا. طب بقول لك ايه بقى، عايز اجيب لها هديه تعجبها. لا يا معلم بقى، يبقى انت تسيب لنا نفسك واحنا هنظبطك. دوغلاس. ايوه. اعمل لنا اتنين شاي بنعناع الجنينه. حاضر، بس هو خلص، اجيب من تحت الياسمينه. دوغلاس. معلش فيها دوغلاس. معلش والله، معانا ضيوف. دعابه جميله. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي، علموني ولفوا بيا. بقول لك يا رجاله، صعب ارزوك يا ياسر. مين الكبير هنا؟ عمر يا بنت حبيبي. كنا بنعمل حفله وكنا للفنان خالد رياض، وكنا محتاجين مساعدتكم فيها. حفله للفنان خالد رياض؟ طب احنا ايه علاقتنا يعني؟ ايه ده؟ انت بتحبوش ولا ايه؟ يا سيدي بنحب ولا ما بنحبوش؟ انت عايز مننا ايه بالظبط؟ بص يا صديقي، يعني انتوا رابطه كبيره وبتعرفوا تلموا بعضكم بسرعه قوي، وانا متسوح تسويحه وحشه قوي في الحفله دي على الهوا، فكنت محتاجكم تيجوا تحضروها علشان المنظر يعني، وعناية ليكم. هتشوفونا بحاجه يعني. طب ما تيجي نشوف الحوار ده يا دوبلس، انا سمعت ان في فلوس كويسه. طب وهتدونا كام بقى في الحفله؟ 30 جنيه كل واحد، ولو الموضوع ظبط وجبنا شويتين حلوين انتوا الاثنين زياده عن الناس.
30 جنيه؟ لا ده رقم كبير يدعو للتفكير. طب بص يا معلم، احنا بناخد في الانتخابات 150 جنيه ده غير الوجبه. بقول لكم ايه، انا بكلمكم في شغل وانتوا شكلكم بتهزروا. شغل ايه يا معلم؟ انت جاي مكتب كومبارسات؟ احنا شباب جامعه وبنشتغل وبنصرف على نفسنا كويس قوي، ولعلمك مش عشان بنروح حفله النجم يبقى احنا بناخد فلوس قصاد ده، لا بالعكس، احنا كل حفله بنحضرها بندفع ثمن التذكره بتاعتها، ده خير الفلوس اللي بندفعها عشان التيشيرتات ولما تكون الحفله بعيده. مالك يا عم قفشت كده ليه؟ عادي يعني ما تحضر حفلات لناس تانيين. لا على فكره بنحضر، احنا بنحب منير وبنحب مغنيين تانيين كتير وبنحضر لهم حفلات بس بمزاجنا مش عشان نروح نهتف وناخد فلوس. نورت يا برنس، تبقى قول لنا بعت كام تذكره من اللي معاك. يا عم انا غلطان، كنت عايزكم تسترزقوا. بعد كده يا باشمهندس لما تحبوا تنظموا حفلات تبقوا قول لنا ننظمها لكم. او 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 مش كنا رحنا وخدنا ال 30 جنيه مغفل. يلا يلا. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر. استنى هنا اوقف على جنب. برافو يا ولاد. يا منير إيه بس يا خلاص خالص. ايه يا فارس؟ ايه المصيبة دي؟ العيال بتاكل في الاستوديو ومبهدله الدنيا. وماله؟ هو ايه اللي وماله؟ هتسبله الدنيا يا منير هنا. سيب دول عيال صغيره. ما تبقاش نظرتها ضيقه كده. دول هيبقوا فنانين كبار. الفرقه مش جايه يا منير. مجهزين النهارده من غير ما يقولوا لي؟ ده انا هطلع لك عينهم. هما مش جايين تاني يا منير. معنى ايه الكلام ده؟ مش فاهم. مضوا عقد مع شوكت سالم. واداهم فلوس كويسه. واعتقد من شروط العقد ان هما ما يشتغلوش مع حد تاني. هو ليه ما جاش يتكلم معايا؟ دي فرقتي انا، ازاي الف عليهم من ورايا للدرجه دي؟ عايز اسرق نجاحي بعد اول البوم ليا؟ هما ليه ما جاش يتكلموا معايا في حاجه زي دي؟ كسفوا منك يا منير، ما كانوش عارفين يواجهوك ازاي، خصوصا يعني ان هو قال لهم مش عايزك معاهم. انا فاهمه كويس، عايز النجاح يتنسب له هو بس. انا مش هسكت له، فاهم، وعارف ازاي اخد حقي منه كويس. بس هي ما بتقفش على فرقه. دي فرقتي انا يا فهمي. نعمل غيرها. انت فاهم شوكت سالم. وانت منير
صديق الموهوب تقدر تعمل غيرها يا منير. الله حلوة قوي، دي مشتريها لي أنا؟ لا ما اشتريتهاش، أنا اللي عملتها. ده أنت فنانة بقى، خدت منك وقت كتير؟ لا ما خدتش وقت كتير، ده أنا كنت بعمل منها كتير قوي أيام الثورة، كنت بنزل أبيعهم في الميدان. ده أنت بتاعت بيزنس بقى وثورجية، ها؟ لا ما أنا خدت اللي في النصيب برضه. في الأول كنت بنزل أبيع حصاصات، وبعد كده كنت ببات في الميدان، أهتف مع اللي بيهتفوا. الجو هناك كان حلو قوي. برافو عليك. يا ريت يبقى في كل يوم ثوره والواحد ياكل عيش ويلاقي حاجه يعمل عليها القيمه. انت عارفه القيمه الحقيقيه اللي بتعملوه انت واصحابك دول ثوره على الظروف دي، الحاجه اللي عليها القيمه بجد. برافو عليك. انت مبسوط من المزيكا بتاعتنا؟ قوي قوي قوي. دي حاجه احنا بنحس بيها واحنا في الشارع. بحب مزيكتك قوي. انت بتسمعي لي ايه بقى؟ حاجات كتير قوي. زي ايه؟ احنا كنا بنسمع المزيكا بتاعتك في الميدان كتير. بتغنوا ايه؟ احنا بنغني اغنيه ازاي؟ الله. يلا يا ولاد من الاول بقى، واحد اتنين تلاته اربعه. الله برافو منير. مش مجرد مغني بتتنطط مع اغنيته وتسقف، منير بيحسسني ان انا بني ادم، ده بيخليني اتناقش مع نفسي. يا عم ده انا بصدقه اكتر ما بصدق ابويا. بحس انه صاحبي اللي بيهون علي الوقت، يلحقني لما اغلط، ممكن يهرج معايا. الموسيقى بتاعته ليها طعم، لو استطعمتها مره ما تقدرش ما تسمعهاش تاني. الحفلات. الحفلات. الحفلات دي بقى موضوع تاني خالص، بتحسسك كده انك بتغسل روحك كلها. الناس بتروح الحفلة بترمي همومها كلها في حجر منير، بتخرج بقى بكمية طاقة إيجابية. ده فعلا. أنا عشان كده عمري ما فوتت حفلة. يعني عارف يا أستاذ، عندك الواد دوجلاس ده مثلا، السنة اللي فاتت كانت رجليه مكسورة ورقت في البيت. ألف سلامة. الله يسلمك. ألف سلامة إيه؟ ده سرق عربية أبوه وساق برجل واحدة عشان يروح حفلة الساحل. أنت بتتكلم بجد؟ لا ما هي كانت أوتوماتيك. والله انت دمك زي العسل، ربنا يخليك. انا متشكر جدا ليكم بجد يعني، واسف لو خدت من وقتكم. لا لا شكرا. ايه انما انت بتسال الاسئله دي كلها ليه؟ هو حضرتك صحفي حاجه زي كده؟ يلا السلام عليكم. ماشي اوكي. باي باي. فرصه سعيده. باي. احنا اسعد. مش مرتاح له من ساعه ما قعدنا معاه وهو بيلف ويدور. يا عمي الكون كله بيدور على رأيك، واحنا ويا بندور اليوم بحر نعدي باللي احنا بنحلم بيه.
عارفني ولا ايه؟ شكلك مش غريب عليا. نسيتني؟ ولا عشان بقيت الملك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ مش عايز تشوفني؟ انت السبب في كل اللي انا فيه. انا ما عملتش حاجه، انا كنت عايز اغني. انت غنيت وانبسطت، وانا اللي شلت الهم كله، مشيتني بطريق ملوش اخر. انا لما مشيت في الطريق ده ما كنتش مستني له اخر. عايز تبطل غنى؟ تعبت ولا ايه؟ نسيت لما كنت باخد العجله جيب بيها اسوان من اولها لاخرها؟ الطريق كان سلك، ما كانش فيه حفر ولا مطبات، وزهقت من كتر ما بقع، ما عنديش استعداد اني اكمل. انا لو كنت زهقت من اول شخطه من ابويا او من اول قلم ضربهولي استاذ عبد الحكيم، ما كانش فيه بقى منير دلوقتي. وانت كبير هتستحمل بدل القلم 100. أنا دايماً اتعودت أقابلكم بالغنى، بس المرة دي هقابلكم بأهم درس اتعلمته في الفترة الأخيرة. الفن هو اللي هيدوب كل الفروق ما بين كل الطبقات، وهو اللي هيخلق التواصل وندور جواه على الصدق اللي احنا افتقدناه. التحدي اللي بنواجهه كبير، والحاجة هم اللي اخترعها واحنا اكتر ناس محتاجينها دلوقتي. محتاجين نحس ببعض اكتر من كده، ومحتاجين نحب بلدنا اكتر من كده، محتاجين نوصلها بس حقيقي. يلا اولاد، thank you.
يلا يا حميد. تونة يلا تونة. قلب السما المفتوح والقوة هي الحب لو عاش في قلب الروح آخر حدود الحلم قلب السما المفتوح والقوة هي الحب لو عاش في قلب الروح حبي وحبي وحب عيش الحياة بالحب رب الوجود في السماء Oh,
سنين في دموني وبفرح يوم عايش يزورني الحلم سنوني أقوم من جمالك عاش ما بين الحزن.